يناشد سكان منطقة الجهيمة الريفية بسيدي بايزيد في ولاية الجلفة السلطات المحلية نظرة في انشغالاتهم وعلى رأسها انعدام غاز المدينة والنقص الحاد في المياه، إضافة إلى غياب فضاءات اللعب ومطالب أخرى رصدها لنا كريم يحيى. احنا خلاص الجهاز ما عندناش، رانا في عزمة فيه، ما يبعدش منا واحد 4 كيلو ولا 5 كيلو. رانا نجيبوا القرعة مرات نكرو كروسة ب 30 ألف حتى 40 ألف. الحاسي كاين تاع الماء والتشكيل تسير تاعو ما كانش، رانا نعانو، عدنا نشرو في الماء من الحاسي كاين ولكن نشرو في الماء. الزاوجة عدنا الوانب راهم محروقين. خاصنا اصطاد ما عدناش، والانارات ما كانش، واوقات الفراغ ما عدناش وين نقضوهم، مثلا كما دار شباب او حاجه كما كتير ما عدناش وين نقضوهم. وحنا نطالبوا بهم كل خطره يقولوا لنا رانا نجيبهم، رانا نجيبهم، بصح ما كاين والو، مازال ما شفنا والو. نهضروا على قطعه العلاج هذه، راه عندنا الدواء تاع العقرب، راه ساعه من طلعوا العقرب هنايا كلير، كان عندنا زوج هنا تاع عقرب هنا هزوا دوها للسبيطار.